سابقاً كان كل شيء مختلفاً. هذه القطعة الثمينة في تاريخ صناعة السيارات تم تطويرها عام 1769 والتعمل بالبخار. منذ بدايات الفورميولا واحد، مرسيدس بنز W196 يستعمل الفضي الخارق لخوان مانويل فانخيو من عام 54. وعلى الرغم من أنها لم تتسم بالإيروديناميكية كالسيارة الفائزة حالياً التي يقودها لويس هاملتون، أو هذه الدراسة لسيارة سباق فورميولا واحد التي ساهم سيباستيان فيتل في تطويرها. سيارات سريعة بمحركات قوية جميعها موجودة في النسخة 47 من معرض أسن موتوا، مكان للقاء أولئك الذين يرغبون في تعديل سياراتهم وتبادل الأفكار المتعلقة بالتوجهات. الشركات وأندية السيارات تعرض كل ما يجعل قلوب الزوار تنبض بقوة. مرسيدس فانورد تقدم للزوار على مساحة 1000 متر مربع تجربة فريدة من نوعها. في معرض أسن موتور تحتفل مرسيدس AMG GT الجديدة بعرضها الألماني الأول. جي تي هي السيارة الرياضية الثانية من مرسيدس AMG التي تم تطويرها بالكامل، والملفت هو غطاء المحرك الطويل، لكن لا يفضل الجميع سيارة رياضية عادية. أفكار لتعديلات فردية من جميع أنحاء العالم. عاد تصميم بودي كيتس من أمريكا واليابان للظهور، وهو تصميم كان محبوبا في الثمانينات والتسعينات، ويزيد من ضخامة السيارة ويجعلها تبدو أكثر شراسة. وبودي كيتس متوفر على شكل قطع يمكن تثبيتها باللصق، أو يوجد ما يعرف ببولد أون بودي كيتس، حيث يتم تثبيتها بمسامير أو براغ ظاهرة. عجلات عريضة ورفرف خلفي مستقل وناشر هواء هي بصمات تميز فابيا R5 من سكودا. تصميم السيارة يمنح انطباعا مسبقا عن كيفية انطلاق فابيا في موسم سباقات رالي 2015. BMW تعرض كل ما هو متاح مع الهاتف الذكي وتطبيق BMW Connected Drive. من خلال خدمة التحكم عن بعد يمكن التحكم بسيارة BMW عن بعد أيضا. في الصيف الحر شديد وفي الشتاء البرد قارس. بواسطة التطبيق يمكن تشغيل مكيف الهواء مسبقا. عند الانطلاق تكون درجة الحرارة داخل السيارة ملائمة. إضافة لذلك قدمت BMW أكبر عرض موسع بباقة أجزاء M-Performance، ولأول مرة ظهرت تحديثات رياضية بعجلات قياسها 21 بوصة وألياف الكربون في نموذج BMW X4. سيارة كهربائية قدرة بطارياتها تصل إلى 500 كيلومتر، إنها سيارة تسلا الرياضية. الأهم بالنسبة لشركة فورد هو كشف النقاب عن سياراتها فورد موستانج الجديدة أمام الزوار الألمان. 50 عاماً بعد بدء الإنتاج، أيقونة السيارة الرياضية معروضة ولأول مرة للبيع مباشرة في أوروبا. تصميم بوني كار الجديد سيطرح للبيع في الأسواق الألمانية عام 2015 بنوعين من المحركات. ولكن تبدو هذه الإطارات وكأنها من المستقبل البعيد. هذا هو معرض أسن موتوا، أفكار غريبة وإلهام لسيارات الغد.